When the waters began to rise and war broke out. We're closed. I know, I'm sorry it's late. Nostalgia became a way of life. We have time for one more job. There wasn't a lot to look forward to. So people began looking back. Nothing is more addictive than the past. No, put me back. People don't just vanish. Was she running from the past? Or racing back towards it? How much did you really know her? You think you want answers? Where is she? Don't go down this path. Stay here. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم على الفيلم الجديد اللي لسه نازل من يوم على شبكه اتش بي او ماكس. الفيلم اسمه ريمينيسنس. الفيلم بطوله هيو جاكمان وريبيكا فيرجسون وساندي واي نيوتن وكليف كيرتس، والفيلم انتاج وكتابه واخراج ليزا جوي. الفيلم ده يعتبر اول اخراج ليها بعد ما اخرجت الحلقه الرابعه في الموسم الثاني للمسلسل المشهور ويست وورلد، والحلقه كانت بتحمل اسم ذا ريدل اوف ذا سفينكس. الفيلم كان متحدد انه كان هينزل يوم 16 ابريل السنه دي، لكن اتاجل لحد ما نزل في سينما الاي ماكس في لندن يوم 11 اغسطس، وبعد كده نزل على شبكه الاتش بي او ماكس بعد 9 ايام. الفيلم بيحكي عن نيك بانستر، وده بيشتغل محقق خاص، لكن مش محقق خاص عادي، بالعكس ده عنده جهاز عجيب جدا الناس بتجيله علشان يفتكروا الماضي بتاعهم. مش مجرد ان هم يفتكروا الماضي اللي مروا بيه بس، لا كمان يعيشوا اللحظات الحلوة اللي مروا بيها. فطبعا الناس بتجيله فبينيمهم كده جوه تانك كده يملاه مية، وبيحط جهاز عجيب كده في راسهم عشان يقرأ افكارهم، ويبتدي الجهاز يجسد الماضي او الافكار دي او اي حاجة بيفتكروها لحاجة ملموسة يقدروا يعيشوها تاني. لحد ما بيجي يوم، وفي اخر اليوم بعد ما بيخلص شغله جات له واحدة وبتطلب منه ان هي نسيت المفاتيح بتاعتها، فمحتاجة الجهاز انه يساعدها ان هي تفتكر المفاتيح ضاعت فين، وبتبتدي احداث الفيلم. رأيي في الفيلم، الفيلم جميل مش وحش، وده طبعا يرجع للتمثيل الرائع لهيو جاكمان وريبيكا فيرجسون. الاثنين مع بعض من ناحية التمثيل كانوا رائعين، بالإضافة لستايل الفيلم اللي كان عبارة عن ساعتين من حاجات كتيرة شفناها قبل كده وعجبتنا. مثلا الفيلم ده فكرني بفيلم قديم اللي هو بليد رانر اللي كان نزل سنة 1982، وفيلم ذا مالتيز فالكون اللي كان نزل سنة 1941، وفيلم انسبشن اللي كان نزل 2010، وفيلم فانيلا سكاي اللي كان نزل سنة 2001. فالفيلم ده يعتبر خليط أو تلخيص للأربع أفلام اللي أنا قلتهم، لكن للأسف برغم النقطة دي والفكرة بتاعت الفيلم الحلوة، ما كانش طريقة سرد الأحداث كانت جميلة، بالعكس كان فيها كمية ملل رهيبة، فكانت مدة الفيلم طويلة من غير داعي. وبرغم كمان ان أجواء الفيلم كانت جميلة والقصص الخلفية للشخصيات كانت كتيرة، لكن الإخراج أو التأليف ما استغلش النقط دي كلها علشان يملى مدة الفيلم بأحداث كتير. واللي خلى الفيلم مش قوي ان الفيلم كان بادي حلو خالص والنهاية كانت جميلة جدا، لكن نص احداث الفيلم ما كانتش تشد المتفرج زي قوة بداية ونهاية الفيلم. خلاصة الكلام، فيلم ريمينيسنس ما يعتبرش فيلم لمحب الاكشن، لكن يعتبر فيلم لمحب الافلام البوليسية والرومانسية مع بعض. تقييمي لفيلم ريمينيسنس هو 6/10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب، عجبهم ليه، واللي اتفرجوا ما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.